In problems 17 till 20, match the solution region of each system of linear inequalities with one of the four regions. فقط one هيكون accepted من وجهة نظر two inequalities مجتمعين. We'll identify the corner points of each solution region. يعني بعد ما نوجد solution region هي 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 نحدد ايه هي الكورنر بوينتس. الفيرست انيكواليتي x بلس 3y equals او less than or equals to 18 مدهاني مرسومه جاهزه على الجراف، فقط نشيك اذا الابر ولا اللور هاف بلين اكسبتد من وجهه نظر الانيكواليتي الاولى، ونعمل كده مع السكند انيكواليتي ونشوف المشترك. نعمل تشيك لاي نقطه ولتكن 0 و 0 طالما انها مش على اللاين يبقى اسهل في التعامل. هل الزيرو بلس 3 تايمز 0 less than or equals to 18؟ يعني هل الزيرو less than or equals to 18 ده ترو؟ طالما ترو يبقى ناخد المناطق اللي فيها الزيرو او نقول الهاف بلين اللي فيه الزيرو، نظلل اللور هاف بلين يعني نأكسبت الثري والفور. هقول أكسبت ريجنز تو ثري اند فور، ده من وجهة نظر الفيرست انيكواليتي. دول معانا. نشوف السكند انيكواليتي ايضا، نشيك نعمل تشيك بالزيرو والزيرو اسهل انها مش على اللاين. هل ال2 تايمز 0 بلس الواي اللي هي 0 ليس، لا ليس نقول جريتر ذان مش ليس ذان 16؟ هل الزيرو جريتر ذان اور ايكوالز تو 16؟ كان ده فولس، الزيرو مش اكبر، وبالتالي الزيرو والهاف بلين اللي فيه الزيرو وزيرو مش معانا. طبعا اللاين اهو الزيرو والزيرو مش معانا، يبقى الابر هاف بلين هو اللي معانا. هعمل شيدنج ليه، وعن واضح ان ال1 وال2 هما اللي مقبولين من وجهه نظر السكند انيكواليتي. لا اسف، نقول كده الابر هاف بلين بالنسبه لللاين الازرق يبقى 1 و 4، يبقى اقول اكسبت ريجنز 1 اند 4. يبقى عندنا اشتراك بين التو انيكواليتيز فقط في 4، يبقى السولوشن ست وقال ايه؟ قال 1 of the 4 match the solution region، يبقى نقول له بنفس صيغته السولوشن region is region 4، فقط region 4 اللي تحترم ال 2 inequalities. لسه في جزء في السؤال اللي هو نحدد الكورنر بوينتس. احنا اتفقنا ان 4 وبالتالي ادي نقطة ادي نقطة ادي نقطة، يبقى نقول 8 مع 0 الكورنر بوينتس ار 8 مع 0 دي نقطة، و 18 مع 0 الاثنين على محور الاكس، و 6 مع 4. ويبقى كده خلصنا السؤال، حددنا له الريجن الاكسبتد طبقا للتو انيكواليتيز، وحددنا له ايضا الكورنر بوينتس اللي تمثل
او اللي بتعمل باوندينج للاكسبتد ريجن. في حالتنا هنا الريجن الاكسبتد او المقبوله من وجهه نظر التو انيكواليتيز هي باوندد، يعني محصوره بين مجموعه خطوط بتحوطها وليست مفتوحه من جهه او من جهتين.